حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم كبشا ثم دجاجه ثم بيضه فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر